السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. ما زلنا أيها الإخوة الكرام مع تفسير سلسلة الأسماء. سلسلة الأسماء في المنام من الأشياء المهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من فسر الأسماء. ولذلك النهاردة هنتكلم عن تفسير اسم عبد الكريم في المنام. الأسماء معظمها بتكون على ظاهرها، إذن اسم عبد الكريم فيه بشارة بالكرم والجود والسخاء. رؤية عبد الكريم بالنسبة للرجل المتزوج فيه إشارة للرزق القادم إليه والخير الوفير، فضلا عن الصفات المحمودة الموجودة في الشخصية نفسها التي ذكرتها أنفا. اسم عبد الكريم بالنسبة لبنت العزباء تبشرها بالمنافع القادمة إليها في حياتها. اسم عبد الكريم للمرأة المتزوجة هذه الرؤية لها يعني أكثر من معنى، إما أن هناك خير قادم لزوجها، وإما أن الخير قادم إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا رأت المرأة الحامل اسم عبد الكريم في المنام فهذه الرؤية من الرؤى الجيدة جدا التي تبشرها بالولادة السهلة إن شاء الله تبارك وتعالى. تدرون في اللقاءات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.